اسطوره برضو خط دفاع النادي الاهلي، بس من جنريشن تاني، من جيل تاني، كابتن شريف عبد الفضيل. مساء الخير يا كابتن شريف. مساء الفل استاذ احمد، اهلا بيك. اهلا بيك. انا يمكن اول اتصال يحصل بينا، بس انا عايز اقول لك انا بقدر تماما الحقيقه حجم موهبتك والفتره اللي انت لعبت فيها مع النادي الاهلي. كانت واحده، كنت واحد من افضل المدافعين في مصر حقيقي يعني، ففرصه ان انا اعبر لك عن حبي وتقديري ليك يعني. ده حاجه اعتز بيها جدا واتشكر ليك طبعا والله. يمكن بس البعد عنا مش حاجات خارج عن ارادتي. تنور الدنيا دايما كابتن شريف، سواء بصوتك او حتى بمشاركتك وجودك معانا. انا عارف طبعا انشغالاتك وانت ليك دور كبير في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فبتمنى لك طبعا كل التوفيق. خليني اخد رايك في ماتش امبارح، ايه اهم ايجابياته وازاي بتشوف مواجهه العوده في كازابلانكا بعد اسبوع او يوم الاحد اللي جاي يعني؟ لا طبعا في البدايه بنقول مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيب على المجهود الرائع، اذا كان من النواحي التشجيعيه والاداريه والفنيه للاعبين والكادر الفني، حاجه في قمه الروعه والرقي امبارح. ايوه. انا ليه حاسس ان في حاله احباط؟ بالعكس. لا هي مش حاله احباط، هي في حاله، هي في حاله احساس تقدر تترجمها كده، او لو انا يعني ظني صح يعني هتترجم كده، انه الناس كانت شايفه امبارح انه الاهلي قدم عرض قوي جدا كان يستحق ان الفوز بنتيجه تحسم المواجهه قبل ما نروح لكازابلانكا. هي الناس بس هو ده اللي، هو ده اللي انك ما خدتش حقك في ال 90 دقيقه، انك كنت الناس متخيله ان هي هتكسب. لا لازم نحترم الفرق، فرق كويسه، فرق محترمه، فرق منظمه، ولكن انت مش هتكسبها 4-5. ايوه. لازم الماتشات النهائيات بتبقى صعبه، مش حاجه سهله. اتحاد العاصمه الجزائري كسب، خسر على ملعبه 1-0 نتيجه الماتشين وخد البطوله. مظبوط. الكونفدراليه، فلازم نبص على النقاط دي كويس. طب وليه انت شخصيا اتعادلت هنا مع الصفاقسي في 2006 ورحت جبت البطوله من هناك، وتعادلت مع الترجي ورحت جبت البطوله من هناك مرتين، مره او الاولانيه ما كانتش نهائي بس الثانيه كانت نهائي، الاولانيه بتاعت سيد عبد الحفيظ في 2001 والثانيه بتاعت وليد سليمان وجده اعتقد في لقب البطوله 2013 كان جده وكان وليد سليمان. مظبوط. احنا لازم يبقى عندنا بالعكس روحنا المعنويه عاليه جدا، كان جماهير واعلام ولاعيبه، وده اللي انا متاكد فيه وانا بكلمك دلوقتي، وعارف ان كابتن خطيب اكيد دلوقتي مع اللعيبه في الماتش بيدعمهم بده وبيحفزهم بده. وانا كان ليا مكالمه يعني يمكن هقول الموضوع ده كده من شويه مع الكابتن خطيب، فكنت بقول له يعني ان النتيجه مش احسن حاجه، قال لي لا بالعكس انا كسبان على ملعبي. هو يعني شايف انت الروح اللي بيبثها. أيوه. انا كنت عايز ان انا بفتكرته كان نفسي نكسب 3-4، قال لي لا احنا كسبنا لازم نتعب عشان نكسب البطوله. ايوه صحيح. الجمله دي الحقيقه معبره جدا، واعتقد انه الاهم انه الرساله دي توصل للعيبه. كابتن شريف اللعيبه نفسها كان واضح امبارح انها مش راضيه عن نتيجه المباراه، هي كسبانه، كسبانه في نهائي دوري الابطال وكسبانه فرقه من اتقل فرق القاره، وكانت حاسه انها تستحق فوز اكبر من كده، فمهم جدا الرساله دي تبقى واصله وتترجم على مدار الاسبوع اللي جاي. نتمنى ان شاء الله ده، واللعيبه بتاعتنا عندها خبرات وعندها الحمد لله احتكاكها الدولي كبير جدا والمشاركات الافريقيه مع النادي الاهلي كثيره جدا، فاللعيبه لا انا مش قلقان من ناحيه اللعيبه، بيعرفوا لعيبه النادي الاهلي يخرجوا بسرعه من اجواء، انا شايف ان احنا اجواء مكسب. ايوه طبعا طبعا احنا كسبانين، طبعا 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 كسبانين ان شاء الله هناك، نروح نعمل نتيجه ايجابيه كمان باذن الله، والنادي الاهلي متعود هو ولاعيبته على الاجواء دي، اذا ما كانش النادي الاهلي هو اللي متعود على ده امال مين اللي متعود يعني؟ اكيد طبعا اكيد ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، متعود باذن الله ونحتمها لصالحنا ان شاء الله. لو حصل يبقى ناخد وعد بقى منك تكون معانا على الهوا هنا نحتفل بالبطوله ال11 ان شاء الله للنادي الاهلي. ده شرف لينا يا استاذ احمد. شرف الدنيا، شرف الدنيا، شرف ليا اكون متواجد معاك وفي قناه الاهلي، ده شرف، شرف لينا. تحب تقول اي حاجه للجمهور كابتن شريف قبل ما نختم المكالمه دي؟ انا بقول دايما الجمهور الاهلي هو انت رقم واحد، عمرك ما كنت رقم 12 بالنسبه لنا، الداعم الحقيقي، انت السند والظهر بتاعنا، انت لما بتكون في الاستاد انا عارف ان احنا هنكسب اي حد. صحيح صحيح. انا عايزك دايما موجود في ظهرنا زي ما انت ومعودتنا، وكلنا ايد واحده، وكلنا زي ما متعودين، هو النادي الاهلي بجماهيره كلنا مع بعض اسره واحده. صحيح. مساله ايام، وباذن الله ان شاء الله يكون الاهلي كالعاده وكما عود جماهيره قد التحدي، وباذن الله بعد اسبوع من النهارده نبقى في اجواء احتفال بالنجم ال11 في تاريخ الاهلي. بشكر النجم الكبير كابتن شريف عبد الفضيل. خليني اختم حلقه النهارده بوداع قاسي علينا شخصيا، الحقيقه يمكن انا بشوفه واللي ما شافه